ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا السيد ضياء الشمري أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان. أستاذ ضياء الشمري مرحبا بك. أهلا وسهلا ومرحبا. يعني متظاهرون في بغداد يقولون أن القوات الحكومية استخدمت الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع ومختلف القنابل أيضا ضدهم، يعني إلى أي مدى ترى أن يعني إنهاء التظاهرات على هذا النحو هو مطابق للمعايير الدولية لإنهاء التظاهرات في العالم؟ حقيقة المتعارف عليه في كل العالم أنه الشرطة والأمن أن تحمي المواطنين، أن تحمي المتظاهرين، لأنه المظاهرات سلمية، عليهم أن يحمي المظاهرات، لأن المظاهرات لا تعتدي على حد ولا تخرب بممتلكات الدولة. المفروض عليهم أن يحموا المتظاهرين، وإنما الحكومة العراقية أو الشرطة والأمن قاعد يرمون بالأسلحة الحية والمعدات. هذه المعدات التي من المسيلة للدموع، وبعضها احنا شاهدنا ناس ايضا يضربوهم ويحترقوا ويستشهد هذا الشخص. هذه كلها جرائم حرب ليس الا، ولكن انا اقول لمن ارتكب هذه الجريمة انه هذه الجرائم لم تنتهي بالتعاقب او بالنهاية، انه يحاسب كل من القوات الأمنية استعمل السلاح. نعم، القوات الأمنية تقول ان المتظاهرين هم من بدأ بالعنف، هل هذا هناك لحد هذه اللحظة احنا لم نجد متظاهرين استعمل العنف في المظاهرات. احنا قاعد تنقل لنا هذه الاحداث عن المظاهرات في كل المحافظات وفي بغداد، أنا ما شفت ناس مسلحين من المتظاهرين إطلاقا، وإنما كانوا الاعتداءات ويصيحون ويستغيثون المتظاهرين والمعتصمين، يصيحون ويستغيثون بالشرطة والجيش، يستغيثون بهم شوفوا من يضربنا، من يعتدي علينا، ذاك فلان وفلان من هذه الجهة وذيك الجهة، ويسموهم بالأسماء وانتماءاتهم العسكرية وانتماءاتهم الخاصة بالميليشيات والانتماءاتهم الخاصة في إيران. هذه قاعد يتكلم فيها المواطن. حقيقة أن المواطن قاعد يوضح ماذا يحدث في الساحات وماذا يحدث في الشوارع العراقية، ولكن الحكومة العراقية هي المسؤول الأول والأخير، والذي يطلق النار لازم يعلم هذا، يحاسب، لأنه اعتداء بهذه الصيغة في القوانين العالمية، هو يحاسب المأمور والآمر والمنفذ. نعم. المنفذ أيضا يحاسب، يعني الآمر والمأمور يحاسبون، ولا تنتهي هذه الحسابات. إذا يتوقع تنتهي بقدم الزمن هذه الأعمال الإجرامية التي تحدث وانتهاكات لحقوق الإنسان لا تنتهي إطلاقا، لأنه ما يحدث في الوقت الحاضر في الشوارع العراقية هو انتهاكات صارخة بحقوق الإنسان. استخدام القوة المفرطة يعني على هذا النحو، استخدام القوة المفرطة على هذا النحو، يعني قوة الأمن المفرطة تجاه المتظاهرين أسفرت عن 50 قتيلا ونحو 2000 جريح، وهو عدد أو رقم كبير جدا. يعني ما التبعات القانونية أستاذ ضياء لهذه الأرقام الكبيرة التي سقطت من المتظاهرين؟ والله هي في الحقيقة قاعد تراقب هذه كل المنظمات الدولية والحقوقية تراقب ما يحدث في العراق عن كثب، ونتراسل فيما بعضنا ونكتب بما بعضنا ما يحدث، ونسجل هذه التقارير ونرفع هذه التقارير للأمم المتحدة والمنظمات المسؤولة عن هذه الأحداث لانتهاكات حقوق الإنسان. الحكومة العراقية بالوقت الحاضر هي حكومة تسير وليست لها أمر بالوقت الحاضر. أنا قاعد أتصورها هذه ليست بحكومة شرعية، لأنه فقدت الشرعية حينما تعتدي على المواطنين، هي جاية من أجل خدمة المواطنين وليس الاعتداء على المواطنين، وإنما الحكومة العراقية قاعدة تنفذ بالعكس لخدمة مصالحها، وسرقت أموال الدولة وتركت الشعب يغتال الشعب أمام أعيننا وهي لا تحرك ساكت. وبعدين يطلع رئيس الوزراء، حقيقة كان الكلمة مالته مخيبة للأمل، كانوا ينتظرون المتظاهرين أنه ينتفض ويقول، لأنه هذه المواعيد قبله وعدوا بها الناس، العبادي وعد بها الشعب العراقي أنه راح ينفذ وينفذ وينفذ، ولا نفذ ولا شيء، وجاء بنفس الصيغة يطي المواعيد، وهذه المواعيد احنا نعلم بها كاذبة، لأن هو الهيئة اللي موجود عليها هي كلهم سراق،
وحرامية ومغتصبين هذا البلد وينتهكون حقوق الإنسان كلهم. الأحزاب الموجودة في العراق أخي ليست أحزاب سياسية وإنما عصابات. نعم أستاذ ضياء، ذكرت يعني من الناحية القانونية المسؤول عن هذه الانتهاكات أفراد الأمن الذين أطلقوا النار أيضا، بالإضافة إلى من أمروهم بإطلاق النار. نعم. إذا كان من الصعب مقاضاة كل هؤلاء أمام القضاء في العراق، من وجهة نظرك يعني هل هذا يعني أنهم يفلتون من القضاء، يفلتون من العقاب، من المساءلة؟ أنا أذكر حدثت حالة في النمسا وألمانيا، أنه كانوا اثنين من الأشخاص دخلوا النمسا وطلبوا لجوء، وكانوا هم يعني عندهم اعتداءات وارتكبوا جرائم بحق الشعب العراقي واعتقلوا هنا، ولحد الآن حكموا في النمسا وفي ألمانيا. هذه الجرائم لا يمكن أن تنتهي، حتى لا يخرج خارج الوطن يحاسب عليها. انتهاكات حقوق الإنسان المفروض يعرف الشرطي والضابط وكل واحد في الدولة يعلم أنه انتهاكات حقوق الإنسان لا تسقط أبدا، وإنما يحاسب عنها في أي وقت. طيب أستاذ ضياء، وفي أي أخيراً مكان إذا كانت ثبتت عليه هذه الجريمة. أخيرا أستاذ ضياء، يعني ما هي نشاطاتكم في هذا الاتجاه، مشاركتكم لمساندة التظاهرات في العراق؟ والله إحنا قاعد نرفع التقارير ما يحدث بالانتهاكات لحقوق الإنسان، ونكتب، وعدنا مظاهرات واعتصامات من الشباب العراقيين الذين يتحدثون باسم العراقيين ويرفعون أيضا التقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان في العراق والجرائم التي تحدث في العراق. هذه الملفات لا يمكن أن تغلق، هذه الملفات لحد الآن ملفات تدون على الحكومة العراقية وتدون على الأشخاص. أكو بعضهم أشخاص قاموا باغتيال العراقيين كقناصة، وبالأسماء وبالصور صوروهم الإخوان العراقيين ودزونا هذه الصور. طبعا احنا راح نتحرى هل فعلا هذه ولا هذه الصور كيدية، بالتأكيد راح يكون هذا الكلام، بس اكو صور عندنا مثبتة من الأشخاص الذي قاموا بالاعتداء وانتهاك حقوق الإنسان وقتل العراقيين واغتيال العراقيين بالصور المثبتة، وهذه موجودة في الملفات لحد هذه اللحظة، بس احنا راح نتحرى من عندها ونشوف هل هذه حقيقة ولا لا. نعم. من بين سيد ضياء الشمري أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أشكرك شكرا جزيلا.